بالرغم من درجة الحرارة المرتفعة بتزامن شهر رمضان مع شهر جويلية الشهر الأشد حرارة، إلا أن هذا لم يمنع التونسيين من الوقوف في طوابير للحصول على الخبز، فهي معروضة في كل الأنهج والفضاءات التجارية بطريقة مغرية وبأشكال تجلب الانتباه وتزيد من شهوة الصائم. نوع يبدأ يشتهي بطبيعة، فهمت؟ وديما الخبز سخون، احنا نجيبوه ديما سخون، نقولوا من بيت النار للبوينتمون. نحبوا خبز العارف، نحبوه في رمضان، في غير رمضان، في رمضان اي وقت نحبوه. الفيف نحبنا، نحب الخبز الفيف. ومن أبرز المهن التي تبرز خلال شهر رمضان هي بيع كل ما هو عربي ودياري، حيث يقبل المواطن على هذه المنتوجات بصفة مكثفة مثل الزلابية والحلويات التونسية والحليب والألبان وخبز الغني والملسوقة وشرب اللاجني والهريس العربي والزيتون. ولقد بدت أسعار هذه المنتوجات مناسبة لجلب أكبر عدد ممكن من المستهلكين. والله ما شاء الله العباد معنا شهر سيدي رمضان تكثر الشهوات، وكل حد وشهوته، وكل حد معناه شي يحب ياكل. ولا مقبول معناتها في السوق، الناس كلها معناتها لاباس، لتر 15% مش غالي ياسر ومش رخيص لاباس. التسعيرة نتاعنا معروفة، ما لا نزيدوا ولا نقصوا، بالعكس احنا اللي ما عندوش نقول له ما تسالش، مش مشكل معناتها نتسهلوا. توا شريت شوية مقروض وقرنق زين، رمضان يجي في العام مرة تكثر فيه الشهاوي. بطبيعتك باش ديما تشري الحلويات في السهرية، تعمل شوية قهوة عربي وشوية حلوة تتعدى السهرية كيك مع العائلة. مع شريت كعبة بريك، أنا ما خاطر ما نجموش نشرو حاجة أكثر من البريك. نشرو ريغوت، هذيك مستانسين بها معناتها في رمضان، ديما ريغوت موجودة، البن موجود، الحليب موجود، الحمد لله. جاي نشري في الأميلة حر رمضان، إن شاء الله كلامه تحية بخير. وتزامنا مع فصل الصيف يختار العديد مهنة بيع المشموم، مثل ما يذهب الكثير من أصحاب المهن والمحلات إلى تغيير أنشطتهم، فتنتعش بالتالي الحركة التجارية بكل أنواعها. نخدم أنا في سوق الحوت ونبيع في المشامة، ثم الناس عندما كما نقولوا احنا المشموم هذا كالسيجارو، فهمت؟ عادة معناتها كل يوم يجي ياخذ مشموم، بعد ثم 100 مشموم. وبحلول شهر رمضان تبدو فضاءات المقاهي مهيئة لاستقبال الصائمين بعد أداء صلاة التراويح، فهي فضاء يقدم أجواء استثنائية تغير من مزاج الصائم بعد نهار طويل من تعب العمل وقسوة الحرارة. أنت في سيدي رمضان بعد شق الفترة وين تمشي؟ القهوة، نمشي للقهوة. القهوة يعني تشوف أنت أول متنفس اللي كنت باش تتفرهد وتنحي التعب نتاع نهار كامل. نخدم أنا بالليل، نشرب قهوة ونمشي على روحي. أما العبيد جي تقعد في القهوة. أمام تضاعف نسبة الإقبال والشراء، عمدت هذه المحلات على تشغيل أكثر عدد ممكن من اليد العاملة، لكن رغم هذا التهافت وارتفاع نسبة الإقبال إلا أن الآراء اختلفت، حيث أكد بعض التجار على ارتفاع نسبة الدخل في رمضان، وأكد البعض الآخر على تراجع الإقبال لهذه السنة وانخفاض الدخل. والله السنة تعبة شوية، السنة مشكلة عادة، تحس اللي المواطن تعب مش لاحق على الخبزة والحليب باش يلحق على الزلابي والمخرق، تعب شوي. عندها طبع خاصة، أما السنة ماشي كالطبع الخاص نتاع رمضان، يعني تو نقولوا الوقت ضيق. تقول أنت 8 متاع الليل الناس سوق الفطر، 3 متاع الصباح تدخل، عباد تقعد 3 تسبعة تخدم على روحها، حتى سلعة وحتى يعني عطلة وكذا. على شنو هو يقبلوا في القهوة أكثر حاجة قاعدة تمشي؟ المشروبات باردة، شيشة، ومثلا كنا نخدموا لي ساندويتش ولي بيتزا ما عادش تمشي، قدر الوقت ضيق، ناس كل تدخل تعشى وتدخل الدار. سيدي جا تعمل قهوة وتعمل لعبرامي تلقى روحك صارت نص الليل، نص سبعة تخدم. يعني الوقت ضيق ياسر السنة بالحق، مش كيما الشتا يخدم. الشتا يعني المغرب الستة للخمسة نتاع الصباح الفجر، يعني تخدم في 11 ساعة و10 سوايع، يعني السنة تخدم في 4 سوايع، مش الزعليم خدامة كذا، فهمت كيفاش ولا؟ احنا عندنا 10 خدامة، تنجمش تريحهم في رمضان، أصحاب عائلات وكل شيء، 10 خدامة، يعني كل واحد يلزمو يتماشى مع الوضع وبرا. كل مرة كيفاش؟ من 20 30 ساعات معناتها إذا النهار مشات الخدمة نوصل حتى ال 50. السنة نحسوا بالسوق نتاعنا نقصه شوية، على خاطر حلوا سوق يا أخي في المعرض. في معرض صفاقس اللي خلى السوق الرسمي الاساسي هذا نقصت الرسات على العاده.
نقصد تقريبا 40% على عام الاول. طلب يكثر على الزبيب المخارق، هذيك صناعتنا فيها مربوحه، هي فيها مربوح، فما قبال عليها بكثره. هي احنا في سير الام ديما نخدموا، عندنا البن وعندنا الرايب وعندنا اليوغرت واليوغرت الدياري المعروف به صفاقس، فهمت، نخدموا كل شيء الحمد لله. مدام متوارث عليها الجد ومن بعديك التو الوالد ومن بعديك احنا بحول الله، لبس فيها بركه اكثر من هكا، فيها بركه يا ربي. العمل عليك وش دافيك، الباب مفتوح والرزق على ربي. بريك جورني باهي، جورني باهي، عندنا خدامه معانا، خبزه نقسموها الناس كلها، ماهيش واحد يصور 100 مليون ولا ملايين، عادي الناس عايشه هنا، ناس عايشه. لمجابهة مصاريف شهر رمضان والتي تتزامن مع مصاريف العيد والعودة المدرسية، لم يجد البعض بدا لمجابهة هذه النفقات إلا بممارسة مثل هذه الأنشطة التجارية.